حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من خلال برنامجكم العربي بيت للكل. اليوم من خلال هذا البرنامج راح نتعرف على طقوس وعادات وتقاليد وموروثات لأربع دول: العراق ومصر وفلسطين والأردن. ستكون هناك ومضات مهمة لأجواء رمضان المبارك، راح ننقل بيها أجواء مميزة لما نعيشه خلال شهر رمضان المبارك، فلا تفوتكم المشاهدة والمتابعة خلال وقتنا القادم. أكيد يا أحمد، وإحنا مكملين هالرحلة المميزة في شهر رمضان من بيت للكل لنتعرف أكثر على مدننا الأصيلة وعادات رمضان الأصيلة واللي فيها كل الخير والمحبة والسلام من القلب للقلب. لنأكد إنه كل عاداتنا من مصر لفلسطين للعراق ولا الأردن متشابهة، وإنها شعوب واحدة على الدوام حتى في أبسط الأفكار والعادات والتقاليد. خليكم معنا كمان لنتعرف في هذه الرحلة على مدينة جديدة من فلسطين. يعني أجواء رمضانية مختلفة هاي السنة، وخصوصاً أني أصبحت فرد وجزء من أسرة بيت للكل. هذا البرنامج اللي سواء من مصر، من العراق، من فلسطين ومن الأردن عم بيقدم رسالة ومحتوى واحد وهادف لنا جميعاً. اليوم يعني بأجواءنا الرمضانية من الأردن بتكون مختلفة أيضاً هذه السنة، ومليئة بالجمعات، بالفرح وبأشعائر الدينية التي جميعنا عم نلتزم فيها سواء كنا من أيضاً جميع البلدان العربية. اليوم بحلقتنا رح نتحدث عن صندوق الزكاة مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أيضاً خلال لقائنا رح نتابع تقرير معاً عن أهم أبرز المعالم التاريخية والدينية في وسط العاصمة عمان، المسجد الحسيني. ومن الأردن إلى مصر، يعني شافكي اشتقنا لك، كل عام وانتي بألف خير. تمام يا إبراهيم، مظبوط. أما أنا فألقاكم الآن من أمام مسجد سيدنا الحسين أو الإمام الحسين كما تعرفون. طبعاً مصر وحب آل البيت في مصر حب كبير جداً، وتقديس ليهم وللقيمة وللقدسية. المسجد تم ترميمه منذ فترة، كان فيه أعمال في التطوير من الداخل، وانتهت الأعمال أيضاً من الخارج كما تشاهدونها، وبدأ المصلين منذ بداية الشهر الفضيل بالصلاة والدخول إلى مسجد الحسين. والحقيقة المصريين بالنسبة لهم يعني منطقة الحسين منطقة حبيبة، خاصة في شهر رمضان، من حيث العبادة ومن حيث أيضاً الأنشطة الاجتماعية والمزار والإحساس كده بالروحانيات الجميلة الرائعة اللي موجودة داخل هذه المنطقة. في منطقة الحسين مش فقط المسجد، نحن الآن في ساحة المسجد، ولكن أيضا هناك المزارات السياحية الجميلة والمقاهي والأنشطة الاجتماعية، وأيضا هتلاقوا بعض ممكن تشتروا هدايا وأشياء رمزية لطيفة جدا للمنطقة، وأيضا أشياء سياحية كلها جميلة. زي ما أنتم شايفين المنطقة جميلة، وإحنا سعداء كلنا، لأن الناس الحقيقة عندها سعادة لأنه كان الجامع يمكن في 18 يوم كان فيه هذه التطوير والترميم الخاص بالجامع، ولكن تم افتتاح الجامع وعاد الجامع زي ما أنتم سامعين من خلفي الآن.